بسم الله الرحمن الرحيم. ده فيديو اكسترا هنحل فيه المسألة بتاعة الماكروز اللي احنا خدناها في اللاب في شيت 7. تمام، هنحل بالطريقة العادية اللي احنا اتكلمنا عليها في اللاب، اللي هو المينيمم ريكويرمنت، وهقول لكم ازاي نقدر نعمل لها اوتوميشن اكتر من كده، وبدل ما نضطر نمشي على نقطة نقطة في التيبل بتاعنا ونشغل الماكرو عليها، نعملها كلها على مرة واحدة زي ما اتفقنا ساعة اللاب، إن اللي هيقدر يعملها على مرة واحدة هياخد بونص في اللاب بتاعنا، أوكي؟ وعشان اتسألت كذا مرة على الطريقة إن إحنا نحاول نعمل الكلام ده على مرة واحدة، فهنتكلم عليها في الفيديو ده مع بعض. خلينا نشوف المسألة كانت بتقول إيه أصلا. المسألة كانت بتقول إن إحنا عايزين نحسب البول بوينت للميكستشر من بنزين وتولوين وزيلين. Having a molar feed composition 50 35 15% respectively عند pressure من 1 اتموسفير، ده اللي هو المطلوب الـ A في المسألة. وقال لنا ان الكلام ده عشان نعرف نحسب vapor pressure ممكن نستخدم Antoine's relation، وAntoine's relation الكونستانتس بتاعتها اهي، والAntoine's relation نفسها موجوده تحت اهي، اللي هي ln p بتساوي a اللي هو الكونستانت ماينس ال b الكونستانت الثاني على قوس كده جواه c اللي هو الثالث كونستانت بلس التمبرتشر. وقال لنا برضو ان الكونستانتس بالفاليوز دي هتطلع لنا البريشر بالمليمتر ميركوري، والتعويض في التمبرتشر هيبقى بالكلب. فالمسألة نفسها مديانا الميثودولوجي، يعني مش محتاجين نبقى عارفين ازاي اصلا بنحسب البابل بوينت لو احنا لسه ما خدناهاش يعني في المواد التانية، لكن هي المسألة مديانا الميثودولوجي جاهزة. بتقول لنا اسيوم تمبرتشر معينة، بعد كده ده بالسلسيوس، هنحول التمبرتشر دي من سلسيوس لكلفن، هنكالكوليت الفيبر بريشر للكومبوننتس التلاتة، وبعد كده نكالكوليت الكي لكل كومبوننت اللي هو الفيبر بريشر بتاعه على التوتال بريشر، وبعدين نحسب الواي اللي هو الفيبر كومبوزيشن، الفيبر اللي هيتكون عن للكومبوننت ده. تمام، وبعدين نقول بقى السميشن للواي بتاعه الثلاثه كومبوننتس لازم تبقى بتساوي واحد عند البابل بوينت بتاعتنا اللي هيبدا فيها الميكسر، يبدا يطلع اي ابخره يعني. تمام، او اي بابلز جوه الليكويد بتاعه. فانا نقلت هنا اهو التيبل الاولاني والتيبل التاني اللي موجود تحت اللي هو رسمه لنا عشان او حاطه لنا عشان نشتغل عليه. وحطيت زودت انا بس ان سميشن الواي هنا بيساوي، لو بصينا في المعادله هيبقى بيساوي الثلاث وايات بتوع الثلاثه كومبوننتس المختلفين بنزين تولوين زائدين. وبعدين حطيت على الشمال هنا التمبرتشر بالسلسيوس وحولتها على اليمين بالكلفن، والبريشر على الشمال بالاتموسفير وحولتها على اليمين بالمليمتر مركي زي ما قال لنا في المساله. تمام، بعد كده نيجي نعمل بقى المعادله بتاعت الفيبر بريشر اللي هي هتبقى اكسبوننشال، لان احنا عايزين نجيب البريشر على طول مش اللين بي على بعض كده. وهتبقى الكلام ده اول حاجه الاي ماينس البي على السي، نرجع نعمل بس دراج كده. تمام، بلس التمبرتشر بتاعتنا اللي احنا هنفترضها، احنا افترضنا السلسيوس بس احنا هنشتغل جوه القانون بالكلفن، فنعملها بالكلفن كده. بس ناخد بالنا على حاجه ان احنا هنعمل دراج دلوقتي للفيبر بريشر ده عشان نحسب للتولوين والزايلين بالاي والبي والسي بتوعه او الكونتنتس بتوعه، فمش عايزين طبعا التمبرتشر تعمل دراج لتحت. هنعمل اف 4 او هنعمل الدولار ساينز بتاعتنا عشان نخليه فيكست ريفرنس. تمام، وبعد كده نعمل دراج. وخلونا برضو علشان نبقى كونسيستنت انا هخلي كل الارقام اللي هتطلع هنا عايزين نخليها 2 ديسمال بوينتس بس. تمام، علشان ما يقعدش يطلع هنا ديسمال بوينتس كتير قوي. اوكي، الكي كانت بتساوي ايه؟ الكي دي اللي هي الفيبر بريشر اي على التوتال بريشر، فهنا احنا هنحسب بمليمتر مركي فهنقسم على مليمتر مركي، وبرده عشان هنعمل لها دراج فعايزين نثبت التوتال بريشر ونعمل دراج. وفي الاخر الواي بتاعتنا بتساوي ايه؟ بتساوي الكي اي في الاكس فيد اللي داخل عندنا. اوكي، ويبقى احنا كده حسبنا الواي. فهنلاقي ان احنا فرضنا التمبرتشر ب 100، لقينا السميشن للواي 1.17. معنى كده ايه؟ معنى كده ان التمبرتشر دي او عند التمبرتشر دي الميكستشر فيه طاقه اعلى من ان هو يا دوب يبقى بابل بوينت، هو عدى البابل بوينت اوريدي عشان يطلع ابخره اعلى من 100%. تمام، لو قللنا دي مثلا شويه هنخليها 50 هنلاقيه الطاقه اللي فيه اقل من ان هو يبدا يتبخر. امتى يتبخر بالظبط او يبدا التبخير بتاعه عند البابل بوينت؟
لما التمبرتشر دي تخلينا السيجما واي بتساوي واحد بالظبط. الكلام ده احنا اوريدي اتكلمنا في الجول سيك قبل كده، فهنروح للديتا تاب ونروح للوات اف اناليسيس ونقول له بقى ايه، احنا عايزين جول سيك، عايزين نعمل جول سيك ان احنا نخلي السيل دي، هي دي الاوبجكتيف بتاعتنا، نخليها بتساوي واحد بان احنا نغير انهي سيل. نقول له عايزين نغير التمبرتشر اللي بالسلسيوس، نخلي بالنا احنا لازم نغير سيل فيها مانوال انتري ما فيهاش فورمولا. اوكي، فاحنا عندنا مش هنغير الكلفن دايركت، لا احنا هنغير السلسيوس وبالتالي هتغير في الكلفن، فهتقوم مأثرة في كل المعادلات اللي فوق. تمام، ندوس اوكي. فيقوم يطلع لنا، ندوس اوكي كده، يقول لنا الكلام ده او البابل بوينت زي ما احنا شايفين 0.999 منطقية او يعني مقبولة عند 94 وربع تقريبا سلسيوس، او عند 367 كلفن. تمام، فدي احنا كده حليناها على مره واحده، ده كده مطلوب ايه اللي احنا عملناه. بس في مطلوب بيه بقى قال لنا احنا عايزين نعمل ماكرو نسميها بابل بوينت، وبعد كده ريكالكوليت فور ذا ديفرنت بريشرز، يعني اعمل تيبل بقى فيه البريشرز دي اللي هي البي من 1 لحد 5، ونمشي الدلتا بتاعتها بنص، ونقعد بقى نفترض كل مره تمبريتشر مختلفه، ونخلي الجول سيك يحل لنا او الماكرو بتاعتنا تحل لنا وتجيب لنا الفاليو الجديده. فخلينا ننقل الجدول ده اللي هو الجدول البريشرز. فانا هقول مثلا هحط الجدول ده هنا، اوكي، عندنا البريشر وعندنا التي بابل بوينت، الكلام ده بالديجريز سلسيوس، والتي بابل بوينت بالكلفن. تمام، وهنا عندنا 1 1.5، وبعد كده نعمل دراج بقى لحد 5. وشوية فورماتنج خفيف، ممكن بقى ايه نعمل باك جراوند زي اللي فوق، وبعد كده نرجع نحط بوردرز، نخلي الهيدرز بولد شوية عشان بس ننظم الكود المنظر بتاعنا مش اكتر. اوكي، طيب فاحنا اوريدي حلينا عند 1، فممكن نحط على طول هنا ان دي المفروض بتساوي 94.259، وطبعا ممكن نحط معادلة دايركت هنا نقول ان ده دايما هيساوي الكارم اللي جنبه ده بلس ال 273. اوكي، وبعدين دي نعمل لها دراج ونغير بقى في البريشر. يعني احنا نيجي نغير هنا في البريشر ده نقول 1.5، فهنلاقي لو عند 1.5 اتموسفيريك بريشر، سوري 1.5 اتموسفير اكسترنال بريشر بيضغط على الليكويد، فعند 94 سلسيوس مش هيبقى فيه طاقه كفايه ان هو يتبخر، هيبقى لسه محتاج طاقه زياده عشان يقدر يتغلب على الاكسترنال بريشر، فاكيد التمبرشر دي هتعلى قد ايه، فهنحل بقى بالماكرو. اوكي، فهنسجل ماكرو. اول حاجه هنروح للديفلوبر تاب، بس نخلي بالنا لو الديفلوبر تاب مش موجوده نقوم رايحين لفايل، بعد كده اوبشنز، وبعد كده نختار كاستمايز ريبن، ونتاكد بس ان في الريبن بتاعتنا عندنا الديفلوبر تاب دي مفتوحه. اوكي، ليه نجيبها من هنا مش من حته ثانيه؟ عشان هنشوف دلوقتي هنحتاج نخش في الكود اديتور لما نعمل الاوتوميشن زياده. اوكي، وبعد كده نقول ريكورد ماكرو، نسمي الماكرو دي اي حاجه. تمام، انا اسميها ماكرو بابل بوينت مثلا. تمام، والماكرو دلوقتي بتسجل. نقوم رايحين على السل اللي فيها الواي، وبعد كده نروح على الداتا تاب، وات اف اناليسيس جول سيك، نقول له احنا عايزين الفاليو اللي في جي 6 دي بتساوي 1 بان احنا هنغير التمبرتشر اللي في جي 7. اوكي، وندوس اوكي، هيحل لنا الحل بتاعنا، وبعد كده نقوم دايسين اوكي عشان نقبل السوليوشن، وبعدين نروح على الديفلوبر تاب وندوس ستوب ريكوردنج او على الزرار بتاع الستوب ريكوردنج اللي تحت، مش هتفرق، الاثنين واحد. تمام، والماكرو كده بتاعتنا جاهزه. احنا لو جينا نبص على الماكروز هنلاقي الماكرو بابل بوينت اوريدي اتسجلت. وخلينا مثلا نجرب ان احنا نغير التمبرشر دي نخليها 50، ونيجي ندوس على الماكروز ونقول ران الماكرو دي، هنلاقيها حلت فعلا وعملت الخطوات اللي احنا عملناها بالجول سيك. طيب، علشان يبقى اسهل لينا بعد كده ان احنا نران الماكرو دي، يا اما نديها شورت كات بالكيبورد يعني، يا اما نربطها باي فيجوال اليمنت اللي هو صوره او باتن او شيب زي كده. فممكن نحط اوفل صغير كده، نحط اوفل هنا، تمام، حاجه شبه كده، ونقول الاوفل ده ران ماكرو مثلا، او كالكوليت، خليها حاجه معبره اكتر، كالكوليت بابل بوينت مثلا، و نديله بس شوية ستايل زي كده،
ممكن نحتاج نصغر الفونت شوية عشان الباوربوينت تبان. اوكي، ورايت كليك عليه ونقول اساين ماكرو، واختار الماكرو اللي هي اسمها بابل بوينت. تمام، فكل ما هندوس على ده هيعمل لنا سولف زي ما احنا شايفين هنا. فاحنا نبدا بقى ايه، ده اللي كان مطلوب في السكشن، نبدا نغير في البريشر وبعدين نقوم دايسين، هيقوم حالل لنا، نقوم قايلين هنا دي هتطلع 182%، نغير البريشر تاني نسولف، دي بقى 120.02 مثلا، ونبدا نشتغل كده. وده اللي المينيمم ريكويرمنت بتاعنا، ان احنا اوريدي عملنا اوتوميشن للخطوه بس بتاعه الجول سيك، وبعدين نبدا نغير احنا مانيوال بايدينا التمبرتشر او البريشر سوري، ونحسب التمبرتشر ونرجع ننقلها ونشتغل على التيبل بتاعنا. تمام، دي اول طريقه. تاني طريقه، خلينا نعمل للشيت ده دوبليكيت، نعمل له بس كوبي. تمام، ونسمي ده مثلا شيت 2 ولا حاجه، ونشوف الطريقه الثانيه باستخدام السولفر مش باستخدام الجول سيك. السولفر اقوى من الجول سيك، بيعمل شبه نفس الحاجه بس اقوى بكتير. هو نون لينير برضو سولفر، بيحل اي حاجه نون لينير بترايل اند ايرور، بس الميزه ان هو يقدر يستوعب كذا بارامتر يتغير فيهم، مش بارامتر واحد زي الجول سيك. وهنشوف دلوقتي الامكانيات الاقوى بتاعته. هنحاول بس نغير شكل المسألة دي كده شوية علشان نخلي السولفر يحلها كلها على بعض. بس خلينا نحل نفس المسألة دي، خلي دي 100 مثلا ولا حاجة عشان نبعد عن الواحد، وخلينا نشوف السولفر بيشتغل ازاي. نروح على الديتا وبعد كده السولفر، لو مش موجود السولفر عندنا فبرضه هنروح على الفايل، وبعد كده نروح على الاوبشنز، وبعدين الاد انز. والاد انز دي هنلاقي منها ان احنا نقدر نضيف حاجة جديدة، ونقدر ندوس على الاكسل ادنز اللي هي اوريدي موجوده مع الاكسل، ندوس على الجو، هنلاقي السولفر مش متعلم عليه في الطبيعي، نعلم عليه وندوس اوكي. ممكن نحتاج مثلا نقفل الاكسل ونفتحه، هنلاقي السولفر موجود في الداتا تاب. هنروح بقى للسولفر، ندوس على السولفر، هيفتح لنا البوكس ده، هيقول لنا ايه الاوبجكتيف سيل بتاعك زي جول سيك بالظبط. هنقول له احنا عايزين الجي 6 دي الفاليو بتاعتها تبقى بتساوي 1. هو ممكن يعمل مينيمايزيشن او ماكسيمايزيشن لفانكشن معينه، لو احنا بنعمل اوبتمايزيشن يعني عايزين مثلا نجيب المينيمم كوست او الماكسيمم افيشنسي او كونفرجن او حاجه شبه كده. باي تشينجينج فاريبل سيلز، فدي اول اختلاف، هتلاقي ان هو هنا بيقول لك سيلز مش سيل واحده ممكن تغير فيها. السولفر يقدر يغير لحد 200 سيل مع بعض، وطبعا 200 انبوت بارامتر دي حاجه ممتازه جدا يعني. فهنقول له هتغير بس حاليا في السيل دي مش اكتر. اوكي، باي changing اوكي احنا عملنا دي. السبجكت كونسترينتس، ممكن اقول له والله خلي بالك بقى ان انا عايز التمبرتشر دي، الكونسترينت بتاعي ان هي تبقى مثلا ان السيل دي تبقى لازم اكبر من او تساوي مثلا يعني 0 سلسيوس او 5 سلسيوس او اي حاجه. فالكونسترينتس اللي بضيفها هنا بياخدها في الاعتبار وهو بيعمل ترايل اند ايرور، بحيث ان هو ما يغيرش الفاليو بتاعت السيل دي لفاليو اقل من الزيرو مثلا. تمام، ومش لازم تبقى انبوت سيل، مش لازم يبقى جواها مانيوال انتري. ممكن اقول له لا خلي بالك لو سيل ثانيه فيها معادله ما تقللش الفاليو عن كذا. وبعدين اقول له سول، هنلاقيه حل وطلع تقريبا نفس الناتج المره اللي فاتت اللي هو ال 120. اوكي، وهيطلع لنا بوب اب شبه كده، ندوس عليها اوكي عشان نقبل السولفر سوليوشن، او كانسل عشان نرجع الانيشال فاليو اللي كانت موجوده. تمام، نحاول بقى نظبط الشيت بتاعنا بحيث ان احنا نعمل السيستم بتاعنا ككل نجهزه للسولفر ان هو يحله على مره واحده، بحيث ان احنا نغير في التمبرتشر دول كلهم اللي هم التسعه تمبرتشر دول، ويطلعوا لنا التسعه توتال بريشر على بعض كلهم مره واحده من غير ما نضطر نعمل واحده واحده. فعشان نعمل الكلام ده محتاجين نظبط بس شكل الجدول بتاعنا. فانا هعمل هنا ايه، هشيل الكولم بتاع الاكس اف ده واحطه هنا، ده اللي هو هيبقى كومبوزيشن. تمام، في الجدول اللي هنا، واحط بس كولم سبيسر كده ملوش ستايل ولا اي حاجه، ونعمل بس كلير للستايل بتاعنا. خلينا نكبر شويه بقى عشان نبدا نشتغل، نعمل كلير للستايل بتاعنا من هنا. هنبدا بقى نشيل الكلام ده، كل السيلز دي ملهاش لازمة.
نشيل الباتن برضو مش هيبقى مفيد في حاجة. تمام، وناخد البريشر بتاعنا ده، ناخده كوبي، اعمل له بيست ترانسبوزد هنا عشان يبقى هيدر بالنسبة لنا. تمام، وبعدين خلينا ننزل او نطلع البريشر ده بس لفوق سنة ونحط تحتيه التمبريتشر. هنا بس ممكن نحط بريشر بالاتموسفير ونحط التمبريتشر بالكلفن. تمام، او بالسلسيوس ونبقى نحسبها. اوكي تمام، وهنحط اي درجة حرارة مبدئية اللي هي هيبدأ عندها السولفر سوليوشن، اللي هي نفترض ان هي بالمية سلسيوس. اوكي، ممكن نزود اتنين روز زي دول، نحول بقى من اتموسفير لمليمتر ميركوري او ومن سلسيوس لكلفن، بس انا هشتغل بالسلسيوس على طول واظبط المعادلات بتاعتي ان انا ازود ال 273 جوه المعادلة وخلاص. تمام، طيب، وبعدين عندنا ايه تاني؟ عندنا نقدر نقول هنا ده الفيبر بريشر. تمام، هيبقى بالمليمتر ميركوري للثلاثة كومبوننتس بتاعنا. اوكي، فممكن نعمل ميرج للكلام ده، نعمله راب، ممكن الحقيقة نغير أماكنهم نخليهم كده. تمام، يبقى الفيبر بريشر من بره وعندنا الثلاثة كومبوننتس هنا. اوكي، فهنحسب بقى الفيبر بريشر للثلاثة كومبوننتس عند كل البريشر المختلف ده. فخلينا بس نعمل كده ايه، نظبط الفورماتنج بتاعنا شوية، بوردرز. تمام، نفس الفكرة هنا، وبعدين نبدأ نحط المعادلة بتاعتنا اللي هي Antoine's relation exponential ال A. بس هنخلي بالنا بقى ان المرة دي ال A ده هيتعمل drag down و drag right. واحنا بن drag down عايزين ال A يتغير ويتعمل له shift عشان ينزل يختار الكومبوننت الجديد، لكن واحنا بنروح لليمين مش عايزينه يتحرك، عايزينه يفضل ثابت في نفس الكولم، فهنثبت الكولم بس. فنروح قبل الكولم letter اللي هو البي ونحط الدولار ساين بتاعه. تمام، ماينس الكونستنت اللي هو البي، وبرده هنثبت نفس الفكره للكولم بتاعنا على التمبريتشر اللي احنا حاسبينها فوق دي. انا هقول بقى بلس 273 اللي هو هنحولها كلفن ضمنيا جوه المعادله، بلس السي بتاعتنا، وبرده نثبت الكولم بتاعنا ونقفل الاقواس بتاعتنا. بس نخلي بالنا بقى ان التمبريتشر دي عايزينها تدراج رايت لكن مش عايزينها تدراج داون، وبالتالي هثبت الرو بتاع الرو نمبر اللي هو قبل الاثنين، واجي احط الدولار ساين بتاعي. تمام، وبعد كده نعمل دراج للكلام ده، دراج داون، ونتاكد برضو راندوملي كده في اي بوينت هنلاقي تمام الكونستنت اتعمل لها دراج داون والتمبرتشر زي ما هي. وبعدين نعمل دراج رايت لكل المعادلات، وبرضو ناخد اي حته اي معادله هنا كده هنلاقي التمبرتشر مظبوطه والكونستنت بتاعتنا مظبوطه. تمام، فاحنا كده جبنا كل الـ vapor pressures للـ compounds عند الـ conditions المختلفة. تمام، كل اللي فاضل بقى هنا ان احنا نعمل summation الـ y، والـ summation للـ y دي هتبقى اللي هي ايه، دي هتبقى الـ k مضروبة في الـ x. طب الـ k اللي هي كانت عبارة عن ايه؟ عبارة عن الـ vapor pressure ده على الـ total pressure ونضربه في الـ x اللي هو الـ x اللي هنا ده. تمام، فاللي هنعمله هنا هو ان احنا هناخد sum product المعادله اللي احنا اتعلمناها برضو ان هي بتضرب two columns في بعض، فاخد ال vapor pressures دي تمام مقسومه على ال pressure اللي فوق، وال pressure اللي فوق ده الحقيقه المفروض احطه في اقواس كده واضربه في 760 عشان احوله مليمتر مركري. تمام، الكلام ده هيتضرب في ايه؟ هيتضرب في الكولوم بتاع الكومبوزيشن، يبقى انا عملت summation xi ki. تمام، يطلع لنا ال 1.17 لو تفتكروا اللي هي كانت في تاب 1 واحنا شغالين. وبعد كده برضو نعمل ايه، drag right. بس قبل نعمل drag right كنت هتلخبط، لازم نثبت ال xf مش كده، فاحنا نيجي عند ال xf هنا ونثبتها عشان ما تعملهاش drag to the right، ونعمل drag ونتأكد برضو من اخر معادلة. تمام، ال xf ما اتعملهاش دراج لكن ال pressure وال vapor pressure اتعمل لهم دراج معايا. تمام، فدي ال summation y بتاعتي. اوكي، وعندنا بقى عايزين نخلي ال objective بتاعتنا دايما لازم تبقى سيل واحده في السولفر، فممكن في السولفر ده نقوم قايلين له ايه،
نقول له، ودي طريقة مشهورة جدا لما يبقى عندنا سيستم فيه بارامترز كتير وعايزين نحل بالسولفر، فبنعمل حاجة اللي هي اسمها least square method، ان احنا نجيب square الايرور عشان يبقى دايما اعلى من زيرو يعني او positive، ونقول للسولفر احنا عايزين السكوير اوف ايرور ده بيساوي زيرو، صفر لي الايرور خالص. فهنا هنقول الايرور بس الايرور سكويرد او السكوير سكويرد ايرور. تمام، سكويرد ايرور ده اللي هو عبارة عن ايه، انا عارف ان الفاليو المفروض توصل في اخر لواحد ناقص الفاليو اللي اكشوالي عند التمبرتشر اللي احنا غيرناها دي، نقعد نعلي ونقلل في التمبرتشر فالفاليو هتطلع سكويرد. تمام، ونعمل دراج للكلام ده. اوكي، يبقى ده كده الايرور عند كل بريشر من دول. واجي في الاخر هنا اقول له ايه، اجمع لي بقى كل السميشن اوف ذا سكوير ايرور. ممكن اقوم حاطط هنا اقول ان ده سميشن اوف السكوير ايرور. تمام، وبرده شويه فورماتنج سريع كده لطيف يعني، ونعمل الكلام ده بولد. وزي ما اتفقنا عشان ما يبقاش الدنيا زحمه قوي في عينينا هنقلل الديسيمالز، هنخليهم 2 بس. اوكي، بس كده. تمام، كده احنا المفروض جاهزين ان احنا نشتغل. ممكن برضو عشان بس الفورماتنج البايظ بيضايقني، فانا هعمل فورماتنج ده كده، وهنعمل نفس الكلام هنا. تمام، ونيجي بقى نشوف السولفر، نيجي نقول له بقى ايه السولفر. عايزين نخلي الفاليو بتاعتنا، نمسح الكلام ده، عايزين نخلي السيل دي الاوبجكتيف بتاعنا نخليها بتساوي بزيرو. احنا عايزين نصفر الايرور، فان احنا هنغير انهي سيلز بقى، هنغير كل التمبريتشر سيلز دي كلها. فهو هيقعد يغير في كل دول ويشوف هل بيأثر على الايرور ان هو بيزوده ولا يقلله. فطبعا الاوبتيمم بتاعنا ان كل واحد من دول يساوي زيرو، عشان في الاخر ده يساوي زيرو. عشان كده عملنا سكوير، عشان ما يطلعش ايرور مثلا في كولوم اي بالنيجاتيف وفي كولوم جي بالبوزيتيف فيطيروا بعض، فيديني في الاخر حل ان السميشن ده بزيرو لكن ولا واحد من دول مصفر. تمام، وطبعا هشيل بقى الكونسترينت اللي انا كنت بشرح عليه من شويه ده. تمام، ونقول له سولف. هيقعد يحل كده شويه ويقول لي انا وصلت للسوليوشن، دوس اوكي. هتلاقوا ان دول كلهم تقريبا قلبوا وحايد، بان احنا ابتدينا فعلا عند 94 زي الشيت الاولاني، زي ما انتم شايفين هنا كمان اهي، والفاليو الثانيه 108، الفاليو الثالثه 120 فعلا. تمام، وكمل بقى للاخر. وعلشان نعمل تشيك كده ان احنا صح، لازم التمبريتشر طبعا تبقى بتزيد كل ما نزود البريشر بتاعنا. تمام، دي كده الطريقه اللي احنا نحلها بالسولفر. طيب نفترض ان احنا عندنا سيستم كبير وعندنا اكتر من 200 بارامتر او اكتر من 200 اتريشن، نفترض 1000 10000، هل هنقعد ناخد كل 200 لوحدهم نعمل لهم جدول زي ده ونعمل السولفر عليهم؟ برضو في الاخر احنا عايزين حاجه جينيريك تشتغل على 5 نقط وتشتغل على 50000 نقطة، ما عندناش مشكلة. فنعمل ايه؟ نرجع بقى لتاب 1. لو احنا عايزين نحل هنا وعايز اعمل اوتوميشن للكلام ده، ايه الاوبشن اللي موجود عندي؟ لو انا تخيلت كده الاوبتيم سوليوشن بالنسبة لي، هيبقى ان انا افهم الكمبيوتر اقول له ايه؟ امشي في لوب، اقعد لف لي على الروز دي كلها، صح؟ خد البريشر اللي هنا حطه لي في السيل اللي هي جي 8، صح؟ و اعمل الماكرو اللي احنا لسه مسجلينها، طلع لي التمبرتشر الجديده، وبعدين خد التمبرتشر اللي طلعت ارجع حطها لي في الكولم اللي جنب البريشر اللي انت لسه واخده، وبعد كده خش على الرو اللي بعده ولف نفس اللفه دي. فاللفه دي في البروجرامنج زي ما انتوا اكيد اخدتوا في اعدادي اسمها فور لوب او لوب عموما، واحنا هنعملها في فور لوب الحقيقه، ونخلي الكمبيوتر هو اللي يلف لنا على كل الروز دي، ما نعملهاش احنا كمان بايدينا. فعشان نعمل كده لازم بقى نروح للديفلوبر تاب وندوس على الفيجوال بيسك اللي هي البروجرامنج لانجويج بتاعت المايكروسوفت ابلكيشنز، وهيفتح لنا الاديتور الفيجوال الكود اديتور اللي احنا شايفينه ده، وهيقول لنا خلي بالك الماكرو اللي انت سجلتها اهي موجوده، ده الكود بتاعها. يعني احنا اصلا لما بنسجل ماكرو في الانترفيس هو بيحولها اوتوماتيك او بيترجمها للكوماندز الفيجوال بيسك كوماندز اللي احنا محتاجينها. فخلينا ناخد الكود على اليمين كده وناخد الاكسل ده على الشمال، وناخدهم سايد باي سايد عشان نشوف الكود بتاعنا عامل ازاي. فخلينا
اول 3 4 سطور اللي لونهم اخضر دول اللي هم عندهم apostrophe كده او single quotation mark، دي comments في الفيجوال بيسك، دي طريقه كتابه الكومنتس في الفيجوال بيسك programming language. تمام، نمشي line by line. اول line بيقول ايه؟ range اللي هو بيعبر عن cell في الاكسل، يعني range J6 اللي هي دي dot select، يعني اختار ال J6 دي. تمام، وبعد كده هنلاقي بيقول لنا application cut copy mode بيساوي false، يعني لو انت كنت عامل cut او copy وعندك ال marching ants دي او اللي هي العلامة اللي بيقعد يلف ده ال dash line، اعملها ب false، مش الغيها يعني، او دوس escape من الاخر. تمام، فالثلاث سطور دول في الحقيقة مالهمش اي لازمة، احنا ممكن نشيلهم. وبعدين ده بقى اللاين المهم قوي بالنسبة لنا اللي بيقول ايه؟ range J6 اللي احنا اخترناه ده dot goal seek، طبق الجول سيك على الرينج جي 6 ده. ايه الجول بتاعنا؟ الجول بتاعنا هتلاقي نقطتين كده يساوي واحد، وايه البارامتر الاندبندنت بارامتر اللي هنغيرها او التشينجينج سيل؟ التشينجينج سيل هي ايه؟ الرينج اوف جي 7. دول كده كده مش هيتغيروا صح؟ هنقعد نغير البريشر، نحسب على الجي 7 الجديده او التمبرشر اللي في جي 7 بكام، ونرجع نعمل اللوب بتاعي. فالحقيقه احنا حتى مش محتاجين السطر اللي في الاول ده، احنا محتاجين بس السطر ده، هو ده اللي ممكن نحط فيه كومنت ونقول ان ده الجول سيك بتاعنا. تمام، اوكي. طيب هنعمل فور لوب على الجول سيك ده ازاي؟ زي ما اتفقنا بالظبط، هنعمل كده هنا هنعمل نقول مثلا لوب ثرو اول values اوف بريشر. تمام، او بين قوسين اللي هي عبارة عن rows، هنقول for، واحنا متعودين الكاونتر في الطبيعي بنسميه i، فانا هسميه i هنا كمان. ال i بتساوي من كام لحد كام؟ من اول 11، لان احنا هنبتدي عند 11 وهنخلص عند 19، ده طبعا حسب بقى انت السيستم اللي انت شغال عليه. فمن 11 ل 19، ودي طريقة ان احنا نكتب for loop ونعمل end في الاخر، او نعمل next i اللي هو خش على ال i اللي بعده من الاخر. تمام، دي طريقة يعني انت مش متوقع ان انت هتبقى عارفها دي، انت ممكن تدور عليها اونلاين تشوف ازاي بكتب فور لوب في الفيجوال بيسك علشان الف على elements معينه او iterations معينه، واخد الكلام ده احطه جوه الفور لوب بتاعي. تمام، بس قبل ما نعمل الجول سيك اتفقنا ايه الايديال سيناريو بالنسبه لنا؟ ناخد البريشر من الرول اللي انا واقف عنده نحطه الاول جوه جي 8، نشغل السولفر، نرجع ناخد من جي 7 نحطها في كولوم بي مطرح ما انا واقف. فاحنا اول حاجه هنا نقول ايه؟ get a new pressure value مثلا في الرول اللي احنا واقفين فيه، فنقول ان الرينج زي ما هو كان كاتب بالظبط، رينج ال جي 8 اللي هو فيه البريشر بيساوي، وهيساوي ايه؟ هيساوي الكولوم ايه عند الرول اللي انا واقف فيه، فهيقول رينج A، وهقفل الكوتيشن مارك واقول له اند الاي اللي احنا واقفين عندها اللي هو الرو صح. فهو لما يعمل اند او concatenation للاثنين دول هتبقى ايه؟ اول مره هتبقى ايه 11، ثاني مره هتبقى ايه 12 وهكذا. تمام، فاحنا كده عملنا البريشر فاليو الجديد. جميل، وبعدين عايزين نعمل جول سيك، وبعدين نرجع نقول له ايه؟ ارجع بقى خد التمبرشر اللي خرجت عشان ما تقعدش تلف على الفاضي، خد التمبرشر اللي خرجت حطها لي بقى في كولم بي في نفس الرول اللي انا واقف عنده. فارجع اقول ايه؟ ابديت ال temperature. تمام، واقول range of b و i اللي انا واقف عنده، الرو اللي انا واقف عنده column b بيساوي ال temperature اللي خرجت في جي 7 من هنا، فاقول range of جي 7. تمام، ده كل اللي انا محتاج اعمله في الكود بتاعي قبل الجول سيك. طبعا اول حاجه عملناها ان احنا عملنا فور لوب على كل الروز اللي عندنا. قبل الجول سيك اعمل update للبريشر بالبريشر الجديد، بعد الجول سيك اخد التمبرشر اللي خرجت ارجع احطها في كولوم بي، وبعدين نيجي ندوس على انا كل ده بغير في نفس الماكرو اللي اسمها ماكرو بابل بوينت، فبالتالي اول ما ادوس على الزرار ده هيرن الكود ده كله. تمام، فاول ما ادوس على الزرار اهو زي ما احنا شايفين حل وطلع كل الفاليوز اللي هي ابتدت عند 94 وخلصت عند 161. لو رحنا على الشيت 2 اللي كان فيه السولفر نبص هنلاقيها ابتدت فعلا عند 94 وخلصت عند 161. اوكي، فكل اللي هيعمله خلينا مثلا نجرب نمشي على الكود ده سطر سطر. فممكن نعمل ايه؟ ندوس F8
F8 ده بيمشي سطر سطر في الكود، تمام؟ فهو هنا دلوقتي لو وقفنا على الاي دي هنلاقي الفاليو بتاعتها بيقول لي ان هي بتساوي 11، تمام؟ فهنا هيقول لي الجي 8، انا ممكن اروح حتى الجي 8 دي اعمل لها ديليت علشان اشوف وهي بتتعمل لها ابديت، تمام؟ هيقول له الجي 8 حطها A وكمان الاي اللي هي ب 11، فدوس F8 تاني هتلاقيه حطها A 11 اللي هي 1. وبعد كده هيعمل الجول سيك على السيل اللي هي J7 ان هو يوصلها لواحد بان هو يغير الجي 7 اللي هي دي، فندوس F8 تاني هنلاقيه حل ووصل فعلا لل 94 اللي هي اول فاليو. بعد كده بنقول له ايه التالت كوماند، خد بقى الفاليو اللي خرجت في جي 7 دي حطها لي جوه كولوم بي في نفس الرول اللي انا واقف عليه اللي هو ستيل 11، F8 تانية هتلاقيه عمل ابديت للتمبرشر الجديد. وبعد كده نكست اي يعني خش على الاي اللي بعدها F8 تانية كمان، يقوم داخل فنيجي نبص هنا نلاقي الاي بقت ب 12، وخلاص بقى مش محتاجين نلف على الفور لوب كلها، احنا فاهمين بقى ان هو هيلف اللفه، فندوس كونتينيو او F5 هيقوم مكمل الحل لكل الفاليوز بتاعتي. بالطريقه دي التيبل بتاعنا حتى لو كان 100,000 رو مش هتفرق معانا، مش هيبقى عندنا ليميتيشن ان احنا نشتغل على 200 بارامتر بس، ممكن نشتغل على 1000 بارامتر او 1000 اتريشن. كل اللي هعمله ان انا هغير بس الفور لوب بتاعتي هتبدا فين وهتخلص فين، تمام؟ بس كده، ده بالنسبه للفيديو بتاعنا. اتمنى تكونوا استفدتوا يعني حاجه جديده في الفيديو ده، وتساعدكم ان شاء الله قدام في حساباتكم في المشاريع بتاعتكم. شكرا، سلام عليكم.